الصيف موسم الأسفار. إن السفر مهم في حياة الإنسان، إذ يرى ويكتشف أثناءه أشياء ومناظر لم يكن قد رآها من قبل، ويتعرف على أناس لم يسبق له أن التقى بهم. في عطلة الصيف الماضي زرت رفقة أبي مدينة جميلة تركت في نفسي أثرا كبيرا، فصرت أفكر فيها من حين لآخر وأشتاق لرؤيتها مرة أخرى. فقد أعجبتني شوارعها الواسعة النظيفة وعماراتها الشاهقة البديعة، فلا كتابة على جدرانها ولا ملابس على شرفاتها، أما دكاكينها فذات واجهات عجيبة قد رتبت فيها سلع متنوعة مضاءة بالفوانيس الكهربائية التي تشتغل وتنطفئ. فما أجمل هذه المدينة. فهم النص. استخرج من النص فوائد السفر. فوائد السفر هي إن السفر مهم في حياة الإنسان، إذ يرى ويكتشف. فوائد السفر هي أن الإنسان يكتشف أثناءها أشياء ومناظر لم يكن قد رآها من قبل، ويتعرف على أناس لم يسبق له أن التقى بهم. ما الذي أعجب الكاتب في هذه المدينة؟ أعجب الكاتب في هذه المدينة أن شوارعها فقد أعجبني شوارعها الواسعة النظيفة وعماراتها الشاهقة البديعة، ولا كتابة على جدرانها ولا ملابس على شرفاتها. اختر الإجابة الصحيحة. الشاهقة معناها العالي. البديعة معناها الجميلة. حول الجملة التالية من ضمير أنا إلى ضمير نحن ثم ضمير أنت. ضمير نحن. في عطلة الصيف الماضي زرتم رفقة أبيكم مدينة جميلة تركت في نفسكم أثرا كبيرا. مع ضمير أنتم. في عطلة الصيف الماضي زرتم زرنا رفقة أبينا مدينة جميلة وتركت في نفسنا أثرا كبيرا. ما أنتم. في عطلة الصيف الماضي زرتم رفقة أبيكم مدينة جميلة تركت في نفسكم أثرا كبيرا. الخامس. استخرج من النص. صفة. صفة.
الشاهق. حرف جر في. فعل ماضي جورج. جملة عجبية. ما أجمل هذه المدينة. الوضعية الإدماجية. إن السفر من الأمور الممتعة، فقد يكون لغايات اجتماعية أو ترفيهية أو تعليمية، ولكن لا شك أن فيه متعة واكتساب فائدة جديدة عن ثقافة وحضارة البلد التي تسافر إليها. في الصيف الماضي ذهبت مع والديك في سفر، أوجب فقرة من ستة أسطر إلى ثمانية أسطر تحكي فيها ماذا رأيت وكيف كان شعورك موظفا الصفة. ذهبت الصيف الماضي مع والدي وأخوتي إلى جيش زيامة. زيامة المصري. سكننا في عمارات. استأجرنا بيتا في عمارة. استأجرنا بيتا في عمارة. في عمارة. قرب البحر. نجيب لكم حاجة. كان طلب من التقنين كيف. كنا نديرو هذه بالذات سنة لا مكانش هذا بلاصة في زيامة. مكانش هذا بلاصة في زيامة. مكانش هذا بلاصة في زيامة. سنة وشا كنا نشبه هذه العائلة. كنا نشبه هذه العائلة. لا هل كنا نتفقد هجان البحر من كنا نتفقد هجان البحر من النافذة ونستطلع أخباره، وعندما يكون هائجا نذهب له. كنا نتمتع برمل الشاطئ ونبني قصورا وأشكالا، وكنا نستخدم لذلك قوالب اشتريناها. قوالب مثل هاتي. كان هذه كلها الوردي. جعلنا هذه الوردية وكانت هناك أخرى وهاتي. كانت توجد هاتي وهاتي. وهاتي وهاتي. نعم كانت تشبه وجهي. نعم كان أخي يحب ذلك كثير.